بسم الله. ربنا ارضى عنا بالتمام، وبيض وجوهنا بالتمام والكمال، يا حنان يا منان يا هادي. الآية 112: ومن يكسب خطيئة أو إثما. الخطيئة هي لفوت، والإثم هو قلنا دوسين، يعني لبيشي. ومن يكسب خطيئة أو إثما، هو المصيبة الكبيرة المشتاقة في الآية دي يقع ذكرها، والناس أغلبهم عبر تاريخهم المظلم الجاهل الجاهلي ما همش فايقين كيف ستتم أحوالهم في الدنيا، وأثناء رحلتهم البرزخية المشؤومة، وآخرتهم اللي ما فيها حتى شيء يتسمى جمال، والركون إلى السلام، ولا بعد عن الألم، يظهر لكم ويظهر لكم ويظهر لكم والسلام.